يهيأ لي ان احنا امام فريقين بيتنافسوا مع بعض والدستور هو الكورة. لما نشوطه من الناحية دي ونجيب جون في الفريق التاني نهيص للدستور ونقول الله دستور رائع، اعظم دستور في تاريخ مصر. لما يدخل فينا جون عن طريق نفس الدستور ننتقده والى اخره. طبعا ده مش معناه ان الدستور كويس او وحش بالضروره، ده قرار شخصي بقى في النهايه، لانه واضح انه احنا من ايام دستور 23 لغايه النهارده كل واحد يقرا المشهد كيفما شاء. انما المشكله ان كل ما معي من زملائي اعدوه من اخبار بتؤكد على اننا اصبحنا فسطتين، وكل فسطاط في مجموعه من الناس لا يرون خيرا في الطرف الاخر. تشدد لحد بعيد، انا عايز اقول اثاره وتهييج للمشاعر، قلنا 100 مرة وأنا متهيألي إحنا خلاص من كتر ما حضراتكم سمعتوا الكلام ده بقيتوا زهقتوا. إنه يا إخوانا العنف اللفظي، الكلام السلبي عن الآخرين، شيطنة الآخرين مقدمة للعنف المادي، وهذا ما المادي ده بقى حرق مقرات، ضرب ناس في الشوارع، تكسير عربيات، أو في النهاية دم وربنا يستر. فأرجو يعني إن أنا بقوله ده مش على سبيل دي حاجات كويسة إحنا يعني مفروض نعرفها ونفخر بيها، وإنما ده كله في سياق التحذير من المبالغة في القول. في آية في القرآن الكريم بتقول قل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لو تعرف توصل رسالتك بطريقة سيئة طريقة أسوأ والآخر كل ده مرفوض، تعرف توصل رسالتك بطريقة حسنة وطريقة أحسن أنت مطالب بالأحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. في حالتنا احنا أنا رأيي احنا عندنا شيطان عصامي جوه دماغ كل واحد فينا، فربنا يستر معنا. هبدأ بخطبة للشيخ المحلاوي بيقال إنها بتشعل يعني اشتباكات وإحراق سيارتين وسقوط 19 مصاب. انا الحقيقه مش هقرا اللي الجرايد كتبته عشان انا مش يعني في حاجات كتير قوي انا مش هقدر اقولها لان ما اعرفش صح ولا لا، انا طبعا ما كنتش هناك. انما بيان وزاره الداخليه حول الاحداث دي جهه رسميه نقدر نتعامل معها. صرح مسؤول بمركز الاعلام الامني بوزاره الداخليه بانه في اطار المتابعه الامنيه لمجريات الاحداث بمحافظه الاسكندريه، فقد تجمع اليوم عقب صلاه الجمعه عدد من المعارضين والمؤيدين امام مسجد القائد ابراهيم وتبادلوا الهتافات. واضح ان الشيخ المحلاوي دعا المصلين للتصويت بنعم، دي بقى اللي مش موجود هنا يعني. بعدها مباشره حصل تطور وتبادل لإلقاء الحجاره، وتدخلت على اثره قوات الامن للفصل بينهم. تزايدت أعضاء المعارضين خارج المسجد إلى حوالي 2000 شخص بدعوى احتجاز 2 منهم داخل المسجد. يعني الناس المؤيدين احتجزوا وفقا لبيان الداخلية شخصين داخل المسجد، فجمع 2000 شخص خارج المسجد. وحال انتشار القوات حول المسجد للفصل بين الطرفين، تم ضبط عدد 6 أشخاص أثناء ما هو بيحاصر 6 أشخاص بمعاونة الأهالي، أحدهم بحوزته سلاح ناري وبعضهم يحوز أسلحة بيضاء. وليد بك، هل إحنا معانا زميلنا محمد نصر من اسكندرية؟ طيب تمام. مساء الخير محمد. مساء النور. قول لي إيه اللي بيحصل في اسكندرية النهاردة أو إيه اللي حصل؟ يعني اللي بيحصل في اسكندرية دلوقتي بعد صلاة الجمعة مباشرة الشيخ المحلاوي كان ليه كلمة للمصلين، هذه الكلمة عدد فيها مزايا الدستور وطالب فيها المصلين بإنهاء المرحلة الانتقالية وإنهاء هذه المرحلة عن طريق تأييد هذا الدستور. من وجهة نظري عدد من الموجودين خارج المسجد رفض هذه الطريقة ورفض أن يقال هذا الكلام عن الدستور داخل المسجد. حدث في البداية بعض المسدات الكلامية، تطور هذا الأمر الى الرشق بالحجاره والى المسدات، شاهدنا اسلحه بيضاء وسيوف وسنج وشوم، اعتدى عدد من الموجودين على الاخر، وقع عدد من المصابين. تقريبا عدد المصابين اللي احنا شفناهم بعينينا خلال الاشتباكات كان اكثر من 20 مصاب. قوات الامن ليس بالتحديد كما ذكرت كما قرات حضرتك استاذ معتز في بيان وزاره الداخليه انها اتت الى المسجد لتفض بين الاشتباكات، هي اتت ولكن جاءت في ساعه متاخره. بعد ساعه تقريبا من الاشتباكات راينا عدد من قوات الامن المركزي
حاولوا وقف هذه الاشتباكات. أطلق الأمن المركزي عدد من قنابل الدخان لمحاولة فض الاشتباكات، ولكن الاشتباكات استمرت لساعات كثيرة. وقع أيضا عدد من المصابين بالاختناق من جراء استخدام القنابل الدخان. قوات الأمن قامت بفرض كردون أمني كبير حول جميع الشوارع المؤدية والمحيطة بمسجد القائد إبراهيم، امتدت هذه التعديلات الأمنية تقريبا لأكثر من 5 كيلومترات على بعد المسجد. تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية في محاولة لإحكام ما يحدث من اشتباكات ومحاولة فضها. الشيخ المحلاوي كالمعتاد أنه ينهي صلاة الجمعة ثم يغادر المسجد متجها إلى منزله، ولكن حتى هذه اللحظة الشيخ المحلاوي موجود داخل مسجد القائد إبراهيم هو والمصلين. تم إغلاق باب المسجد وحدثت الاشتباكات والمصلين في صلاة الجمعة، والشيخ المحلاوي حتى هذه اللحظة لا يستطيع الخروج من باب المسجد. قوات الأمن موجودة بالفعل ومتواجدة منذ أكثر من 7 ساعات، ولكن لم تقم ولم تستطيع حتى الآن قوات الأمن أن تنهي الأزمة. تمام، شكرا جزيلا محمد، مراسل السي بي سي في الإسكندرية. أنا بس يعني عندي رجاء وربما يكون في شيء صح، غالبا غلط بس احتمال يكون في شيء صح. ممكن نبعد دور العبادة عن الخلافات السياسية؟ يعني إحنا عايزين نصلح السياسة بأخلاق الدين، مش نفسد الدين بخلافات السياسة. أنا ما أعتقدش إنه الأجواء اللي إحنا فيها دي فيها أي منطق في إن إحنا ندمر كل مؤسساتنا علشان أو نعم. يعني طبعا أنا متفهم إن دي حاجة مهمة ولأ دي حاجة مهمة يعني، بس في نفس الوقت خلوا دور العبادة يعني المساجد لله والكنائس لله، يعني خلوا ولا ندعو مع الله أحدا، يعني لا ندعو مع الله جوه دور العبادة، خليها يعني مثالي. ممكن ده يكون في شيء من الصح، ما أعرفش، بدل المشاهد العجيبة اللي احنا بنشوفها دي. عندنا دلوقتي وجهتين نظر سيأتيان من مصدرين مختلفين، الأولى نعم للدستور، وده كان في اجتماع عقد اليوم لمجموعة من المؤتمر الصحفي للجمعية التأسيسية، وعندنا كمان مؤتمر صحفي آخر لجبهة الإنقاذ الوطني. نعرف شوية حاجات قالها السادة الأفاضل هنا وهناك. طب ممكن نشوف الدكتور محمد محسوب قال إيه. الأوراق التي وزعت في الصباح وأنا خدت منها بعضها، وزعت أمام المساجد، قالوا فيها بكل بساطة الكارثة إنه رئيس الجمهورية يمكن أن يوجه، والصحف أيضا يمكن أن يوجه الاتهام لرئيس الوزارة وبالتالي يجيب غيره كما يشاء ويحط بين قوسين كارثة. الكارثة أنه ما قراش الدستور، الكارثة أنه ما عرفش أنه لأول مرة في دساتير مصر لا يتحكم رئيس الدولة في تعيين رئيس الوزارة. رئيس الوزارة يعينه رئيس الدولة بشرط أن يأخذ الثقة من البرلمان، البرلمان رفضه، يجب على رئيس الدولة أن يعينه من فريق الأغلبية. إذا ما استطعش البرلمان هو الذي يحدد رئيس الوزارة مش رئيس الدولة، ورئيس الدولة ورئيس الوزارة أصبحت رأساهما زي بعض، رأسهم برأس بعض، ده عنده جزء من السلطة وده عنده جزء من السلطة، ورئيس الدولة لا يستطيع أن يقيل رئيس الوزارة ولا يستطيع أن يقيل وزيرا حتى. من يستطيع أن يسقط رئيس الوزارة ويسقط الوزراء هم الشعب، هم نواب الشعب في مجلس نواب الشعب، يستطيع أن يسقط الحكومة ويستطيع أن يسقط أيا من الوزراء. رئيس الحكومة والحكومة أصبحت شريكة في وضع السياسات العامة، ما عادتش السكرتارية عند الرئيس زي دستور 71 اللي البعض بيطالب أنه يرجع. دستور 71 كان دستور للطغاة، يجعل الرئيس هو كل شيء، هو إله متوج، هو ملك متوج على رقاب الناس، كان بيحط الحكومة ويشيل الحكومة والحكومات كانت مجرد سكرتارية عنده. رئيس الدولة في هذا الدستور لا يمكنه لا أن يقيل الحكومة ولا أن يسقط الحكومة. رئيس الحكومة أصبح له حق وضع لوائح الضبط، يعني وضع التنظيمات الداخلية بما فيها تنظيمات الأمن. رئيس الحكومة أصبح من حقه هو فقط، مش من حق رئيس الدولة، أن ينشئ المرافق العامة، هو اللي بينشئ المشافي مستشفيات، وهو اللي بينشئ المدارس، وهو اللي بينشئ الطرق، وهو اللي بيقرر إنشاء المطارات، وهو اللي بيقرر إنشاء الكباري، وهو اللي بيقرر إنشاء المدن وإنشاء القرى والتوسع والعمران. كل ذلك أصبح
فقط في سلطة الحكومة التي يجب أن تكتسب الثقة من الشعب، وتكتسب الثقة أيضا على برنامجها، مش عليها بس، مش على أشخاصها فقط، وإنما أيضا على برنامج هذه الحكومة. قبل ما حضراتكم تنسوا الكلام ده، تعالوا نسمع وجهة النظر المعارضة من الدكتور جابر نصار، اتكلم في تقريبا نفس النقطة أو نقاط مشابهة في مؤتمر صحفي عملته جابة الإنقاذ النهاردة. الحقيقة أنا هعلق على المؤتمر الذي قامت به الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى، وأقول لهم إن عندنا مثل في الفلاحين بيقول إيش تعمل المشطة في الوش العاجل. ولذلك في الحقيقة كان يجب على هذه الجمعية وهي تستخدم أموال الدولة بعد الانتهاء من عملها وتحتل مجلس الشورى أن تجاوب عن أسئلة أساسية: من الذي غير مواد الدستور قبل التصويت عليها؟ من الذي غير المادة 33 والمادة 48 ومواد المحكمة الدستورية العليا ومواد القوات المسلحة والمواد الانتقالية والعامة؟ من الذي غير هذه المواد قبل التصويت عليها؟ من الذي زور؟ من الذي عدل؟ من الذي من كانوا أصحاب الجمعية السرية؟ وأين وضعت هذه النصوص؟ لقد صوت يوم 29/11 على نصوص لم تتداول في الجمعية قبل ذلك. الأمر الآخر في الحقيقة أنه قالوا أن اللي انسحبوا علشان انه ما وافقوش على اعاده انتخاب الرئيس محمد مرسي على استمرار الرئيس. هذا كذب، ومحاضر الجمعيه تشهد بذلك. والغريبه ان الاحكام العامه والانتقاليه لم تناقش ايضا في الجمعيه قبل يوم 29. هم يكذبون كما يتنفسون. هذا المشروع لاول مره في تاريخ مصر يجعل نصا دستوريا لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لم يحدث في مصر منذ 23، وحتى اليوم أن كان هناك نص دستوري يسمح بإحالة المدنيين إلى محكمة عسكرية. لماذا لم يبرروا ذلك في مؤتمرهم للشعب المصري؟ لماذا لم يبرروا ذلك؟ هذا الدستور لم يغير في اختصاصات رئيس الجمهورية، وقالوا إن هو قلص 70% من اختصاصات رئيس الجمهورية، ولم يتحدث أحد عن اختصاص واحد تقلص. هذه كذبة، وما زلت أتحداهم أن يخرجوا إلى جائزة الإعلام ويقولوا أن هناك اختصاص قد تقلص من رئيس الجمهورية، اختصاص واحد. المادة 159 من مشروع الدستور لا تعطي للحكومة أي اختصاصات زيها زي المادة 156 في 71، زي المادة 134 في الدستور 64، تجعل الحكومة سكرتارية لرئيس الدولة وتجعل كل السلطات في يد رئيس الجمهورية. ويزال الجدل مستمرا، وهنفضل نسمع وجهة نظر ووجهة نظر أخرى مضادة. في كل الأحوال القرار لحضراتكم، هؤلاء ناس أفاضل وهؤلاء ناس أفاضل، ولكن الفجوة بينهما مهولة. من ضمن الحاجات اللي حصلت النهاردة، بما أن احنا مش هنقدر نشوف كل المؤتمر الصحفي ده والمؤتمر الصحفي ده، دكتور محسوب أكد على أنه في باب أو فصل كامل للحقوق والحريات الاجتماعية، وفي تأمين صحي واجتماعي على لكل أبناء الدولة، لمن يعمل ومن لا يعمل، والفلاحين والأهل البادية إلى آخره. دكتور عمرو دراج أمين عام التأسيسية قال في نفس المؤتمر أنه مشروع الدستور بيحفظ حق المرأة وحقوق الإنسان وحرية الإبداع والحصول على المعلومات، ويعني اتكلم أنه حملة التشويه إلى أن المشروع يصنع رئيسا ديكتاتوريا بالإضافة إلى العديد من الأكاذيب إلى آخره. الدكتور البلتاجي في نفس المؤتمر هاجم وسائل الإعلام وادعى أنها تمارس تضليلا للرأي العام، واتكلم عن يعني تحديدا عن الدكتور البلدعي، وطلب من الدكتور البلدعي أو الدكتور أو السيد حمدين صباحي أو السيد عمرو موسى أن يناظرهم مناظرة دستورية شريطة أن تكون حول المواد الدستورية إلى آخره. طبعا يعني
في ندوة أخرى يقال فيها أنه الدكتور البلتاجي بيننا وبينهم الشعب فهو خير الحكم، وأنه الانقلاب على الشرعية المنتخبة غير مقبول. في حاجة تانية ملهاش علاقة بالجمعيات التأسيسية، إنما الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الحرية، لا ما أعتقدش أنه قيادي في الحرية والعدالة، حزب تاني تمام. المهم يعني انه قال انه من يرفض الدستور الجديد هم من كارهي الشريعة الاسلامية، يعني واتكلم عن انه النسبة المئوية في الانتخابات اللي فاتت انتخابات مجلس الشعب يعني دليل على انه انه الليبراليين وغير الاسلاميين يعني اقل. انا بحاول تمام. منصة نعم للدستور، كلام عن لسنا ضعفاء وسنقتص لشهداء الاتحادية، وكلام عن انه في راح يعني لأنصار حزب الحرية والعدالة 10 شهداء، طبعا رحمة الله على الجميع بغض النظر عن الانتماء، والكلام عن طلقات وإلى آخره. في كلام منسوب للشيخ القرضاوي، طبعا انا ما اقدرش يعني اكذبه او انفي لان ما حضرتش، لكن انما وكاله الاناضول بتنسب له حاجه بمعنى انه نعم في خلاص واستقرار لمصر والتصويت بلا يعد خساره كبيره، وانه في مشاكل يعني تتعلق بالوقت، وان التصويت برفض الدستور سيؤخر بناء مصر ويزيد البطاله ويعوق جذب استثمارات اجنبيه، وتكلم عن ارقام محدده ستاتي من قطر الى اخره. عندنا الناحية الثانية بقى الأصدقاء في جبهة الإنقاذ الوطني يعلنون أنهم واثقون أن الشعب سيسقط الدستور، ويجددون دعوتهم لرفضه، وأنهم سيفضحون أي محاولات للتزوير. كلام المحدد الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور قال في المؤتمر الصحفي للجبهة، عندما يرفض الشعب المصري الدستور يوم السبت الذي تسبب في تقسيم الأمة سنفرض شروطنا ورؤيتنا لتشكيل الجمعيات التأسيسية الجديدة. أنا أخاف إني أنسب له حاجة مش متأكد منها، لكن أنا بقول ده في حدود اللي أنا يعني اللي مكتوب قدامي، وأرجو إنه يفهم الكلام إنه أكيد كان ليه سياق قبل كده وبعد كده، أنا طبعا ما أعرفش كل حاجة، لكن ده حدود اللي أنا شايفه قدامي. دكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي بيقول أهم حاجة تمنع التزوير هو نزول الشعب المصري كله، ولو حاول جماعة الإخوان التزوير سنفضحهم في العالم كله وفي مصر وإلى آخره. طبعا دكتور جابر زي ما حضراتكم سمعتم قال حاجة من قبيل أن هؤلاء يكذبون كما يتنفسون. جبهة الإنقاذ كمان بتنفي أنها قبلت أي تعيينات من بين أعضائها لمجلس الشورى، وأنا عندي معلومة أنه بالفعل في محاولات لأنه لتعيين 90 شخص ما يكونوش منتسبين بشكل مباشر للتيار المحافظ دينيا. والكلام من الأستاذ حسين عبد الغني المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أنهم يرفضون الدخول في أي موائمات أو ترضيات، وأنهم لن يقبلوا أن يكونوا جزءا من تعيينات مجلس الشورى. القضاة يتحدثون عن أن هناك 74 قاضي معتذر، لكن أسماءهم موجودة في قوائم المشرفين على الاستفتاء، بمعنى أنه في أسماء موجودة في القوائم إنما الناس دي كانت اعتذرت. سوء يعني إدارة، سوء تفاهم، ما أعرفش أي مكان، لكن المسألة ماشية في هذه السكة، وبالتالي ده معناه أنه عدد القضاة يتناقص. السلفية الجهادية تعلن رفضها المشاركة في الاستفتاء لمخالفته شرع الله. دي بقى حاجة تانية خالص بقى، دي كده ايه، احنا كنا بنتكلم على اهل نعم واهل لا، دلوقتي في فريق تالت بيقولك احنا مش هنشارك في هذا الاستفتاء لانها ترى ان الدستور ده مخالف لشرع الله. ده السلفية الجهادية مؤكدة أنها ستنزل إلى الشوارع لتنظيم فعاليات ومليونيات في حالة إقراره لدعوة الشعب لعدم الالتزام به. ما هي بقى دي المشكلة، يعني انزل قول انزل قول لا، والتزم بالاخر الناس بتقول ايه، يعني اي ما كانت الاغلبيه. انما المشكله النهارده احنا عندنا يعني مشكله ان مش هلتزم بيه، ده زي عامل بيلعبوا ماتش كوره واحد ياخد الكوره ويقول لك مش لاعبين، لا يعني تمام. معنا ساده اللواء محمد العطار مساعد السيد وزير الداخليه للشؤون الاداريه. مساء الخير ساده اللواء. احنا بس نسأل سؤال عام عن استعدادات وزارة الداخلية والاجواء بكرة ان شاء الله يكون شكلها ايه؟
الحمد لله بسم الله. بالنسبة للاستعدادات وزارة الداخلية عندنا احنا العمل تم من خلال محورين. المحور الأول اللي متعلق بالاستعدادات الإدارية واللوجستية، تم توزيع صناديق الاقتراع والسواتر والأحضار والأوراق اللازمة، تم تسليم بطاقات الاقتراع والاختام للسادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية. ده بالنسبة للاستعداد الإداري. بالنسبة للاستعداد التأميني تم التنسيق مع القوات المسلحة بتشارك معنا في التأمين بصفة عامة على جميع المقار والمحاور والتحركات. جميع المقار الانتخابية هيتم إن شاء الله كل وقت الصبحية أول ما بيوصل استاد رئيس اللجنة بيحدد حرم المركز الانتخابي، بيتراوح ما بين 200 إلى 300 متر، وده بيكون تحت الرقابة الصارمة، ممنوع في أي تجاوز أو ارتكاب أي جريمة من جرائم الانتخابات، سواء تأثير على اللي يرغب في إبداء رأيه أو الإعلان أو ما شابه ذلك من الجرائم الانتخابية، وتم المواجهة بكل حسم وفقا للقانون. برضه بنطمن إن في تمركزات أمنية منتشرة على جميع المحاور وقوة داعمة في أي لحظة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. بنطمن الجميع إن كله إن شاء الله يبقى مطمن ويقدر وعنده حرية تامة في التحرك والتوجه وإبداء الرأي اللي هو يرغب. أشكرك سيادة اللواء، شكرا جزيلا، والناس اللي رايحة بكرة أمانة في أعناق حضراتكم، فيعني إن شاء الله أنتم أهل لها. عندنا برضو أخبار أنه مثلا حزب النور بيقيم غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء ويدعو للمشاركة بالتصويت. طبعا تفاصيل بقى كتيرة، بيعملوا إيه وبيجهزوا فين، لكن طبعا واضح أنه الكل على هبة الاستعداد. سيادة المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي والأمين العام للجنة العليا المشرفة على الانتخابات بيقول أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستفتاء وجاري تسليم القضاء أوراق الاقتراع. وسيادة المستشار والمستشار محمد فؤاد جدالله المستشار القانوني الرئيس بيقول قضاة الفريق الرئاسي لن يشاركوا في الاستفتاء، بمعنى أنه هم اعتذروا، يعني كان أثير ان هم هيكونوا من المشاركين وهم يعني ينتمون، هيحصل بيسموه conflict of interest يعني او تضارب مصالح، لكن هم قالوا ان هم مش هيشرفوا. الجيش الثاني بينشر 20,000 جندي من قواته لتأمين الاستفتاء، والمنطقة الشمالية العسكرية بتدفع ب 42,000 من قواتها لتأمين الاستفتاء، والقوات الجوية بتدفع ب 12,000 لتأمين الاستفتاء، والمنطقة الجنوبية العسكرية بتنشر قواتها بأسيوط وسوهاج وأسوان لتأمين الاستفتاء، والجيش الثالث الميداني يؤمن الاستفتاء في جنوب سيناء ب 10,000 جندي إلى آخره. إذن واضح أن الدولة بتتخذ الإجراءات التقليدية لحماية السادة المشاركين في الانتخابات غدا إن شاء الله. بعد الفاصل هلتقي بضيفي العزيزين، هما ضيفان مش عارف إذا كانوا اجتمعا من قبل مع بعض ولا لا، إنما مهم لينا إن إحنا نسمع الأصوات العاقلة من الطرفين. حوار هيكون فيه عمق، هيكون فيه رزانة، مش هيكون فيه خناقات إن شاء الله. عامل كده زي مراجعة ما قبل الاستفتاء. معي الصديق العزيز الدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني أستاذ العلوم السياسية، والدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور وأستاذ القانون، وبعدهما هيكون عندي أيضا ضيفان جليلان سنسمع ونستمع لهما. فاصل سريع ونرجع نكمل نقاشنا.